في او بي دي نفسه كمرض هو بصير خلاله two principal pulmonary diseases. Those are chronic bronchitis and emphysema. فخلينا نعرف ايش chronic bronchitis وايش يعني emphysema. We start with the chronic bronchitis. Bronchitis stands for inflammation of the bronchi. إذن هي عبارة عن التهاب. ولكن مش أي inflammation بالبرونكاي هو بيأدي أو بيخلينا شخص مريض إنه عنده COPD. بده يكون chronic bronchitis. يعني الinflammation بالبرونكاي استمر لمدة طويلة بحيث يكون مزمن. الهولمارك بحالة chronic bronchitis هي recurrent excessive mucus secretion into the bronchial tree. إذن في عندي هون نقطتين مهمات بالchronic bronchitis بدنا نركز عليهم. The first one, the excessive mucus secretion. فزي ما شايفين إحنا بالصورة بالشمال normal bronchi, okay, بيكون في عندي full diameter, بس بحالة chronic bronchitis, the COPD, بيكون في طبعاً inflammation. مع الinflammation بيكون في excessive mucus secretion that is colored in yellow في الصورة. الشغل الثاني المهم بالكرونيك برونكايتس بتصير عند مريض اللي هي الكف. لكن كونه هو كرونيك برونكايتس so it would result in chronic cough. برضو الكف بده يكون مشكي منه المريض. بده يكون كرونيك يعني مزمن لمدة طويلة. بده يكون لا إذا لمدة طويلة. طبعا الكف كيف بده يكون؟ بده يكون بشكي منه المريض أو موجود عنده بيعاني منه almost days for at least 3 months of the year for at least 2 consecutive years. إذا حتى نقدر نحكي إنه هذا الكف بيكون متماشي مع الكرونيك برونكايتس بده يكون كرونيك كف. كيف يعني كرونيك كف؟ رح يكون بشكي منه المريض بمعظم أيام الأسبوع for at least 3 months. رح يكون بشكي منه 3 شهور في السنة الواحدة ولمدة 2 سنين متتاليات. فهاي الكريتيريا اللي حتى نحكي إنه هذا البيشنت عنده كرونيك كف متماشي مع كرونيك برونكايتس. طبعا بعد استثناء اي اسباب اخرى للكف عند هذا البيشنت. بالنسبه لل other disorder pulmonary disorder اللي هو انفيزيما. انفيزيما is defined as it is an anatomic pathology which is an abnormal permanent enlargement of the air spaces distal to the terminal برونكيوز. إذا الإنفيزيما هو عبارة عن مرض ما بصير بالإيرويز نفسها، ما بصير بالبرونكاس، ما بصير بالبرونكيوز، ما بصير بالتريكيا، وإنما بصير مينلي بالألفيولاي. الألفيولاي اللي هم نفسهم الإير ساكس أو اللي هم نفسهم الإير سبيسز. إذا الموقع اللوكيشن بصير فيه الإنفيزيما مختلف عن الكرونيك برونكايتس، بصير مينلي بالألفيولاي. فإذا بتلاحظوا الفرق كمان بلوكيشن السايت للديزيز بالأزمة ما حكينا عن الألفيولاي. العادة ما بيكون في تأثير على الألفيولاي بحالة الأزمة، ولكن هون إشي أساسي الـ changes و let's say الـ limitation على الـ function of the alveoli بتكون جدا واضحة وبتميز الـ COPD. زي ما احنا شايفين احنا بالصورة برضو في difference ما بين الـ normal alveoli. طبعا هاي الـ normal alveoli بيكون إلها two main characteristics. The first one اللي هو size inflation. يعني لما البيشنت ياخذ انهيليشن ياخذ شهيق المفروض يصير في ايش؟ السايز بصير لهم انفليشن وبالتالي الحجم للاير ويز بيكبر. الفيتشر او الكاركترستيك الثانيه اللي هي الالاستيسيتي. الالاستيسيتي يعني الفلكسبيليتي، ونتخيل كانها الالفيولاي وكانها بالون، والبالون لما ننفخ فيه قد ايه راح يزيد حجمه. ليش؟ لانه طبيعه البالون الماده المصنوع منها هو مرنه، وبالتالي كل ما صار فيه نفخ فراح يكبر حجمه. لكن بالنسبه وهي بالنسبه يعني بينطبق على الالفيولاي اللي هم النورمال الالفيولاي. بس في حاله الانفيزيما اللي هي عباره عن permanent enlargement of the air spaces، هون الاير سبيسز حجمهم راح يكبر ولكن ما راح يرجع مع الاكسبيريشن مع الشهيق يصغر زي ما بصير بالنورمال البيولاي. إذا هاي أول تشينج بصير بحالة الإنفيزيما، إذا اللي هو البيرمننت إلارجمنت. الشغلة الثانية اللي بتصير they lose elasticity. الأيفيولاي in case of إنفيزيما they lose elasticity، فبطلوا يكونوا مرينات، ويعني بمعنى آخر ينفخوا يكبر حجمهم وبعدين يقل حجمهم مع الإكسبيريشن.